لكرة السلة وقت مختار في ليالي رمضان يجتمع فيه الأنصار من أجل المؤازرة والمتعة. بطولة كرة السلة الرمضانية تنعش ملعب دار الشباب القديمة في أمهاس الشهر الفضيل بتنفيذ من العصبة الوطنية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة السلة. وبحسب القائمين عليها فإن هذه البطولة تلعب كل عام في شهر رمضان وتشارك فيها فرق تمثل أبرز الأندية في العاصمة. نحضر مباراة ضمن البطولة الرمضانية، بطولة تقام كل سنة، كل رمضان تعدل بطولة جهوية على مستوى نواكشوط، وعلى حتى مولي مستوى نواديب وفيه بطولة، وعلى روسو فيه مولي بطولة أخرى. بحضور العشرات من جمهورها ومتابعيها تتنافس فرق ست، من بينها حامل لقب النسخة الماضية من الدوري الموريتاني لكرة السلة في نسخته الأولى، نادي أكاديمية نواكشوط. بطولة السلة الرمضانية هذه اعتبرها بعض المشاركين أفضل تحضير للدوري الذي ينطلق بعد شهر رمضان المبارك. زينة تهيئة لنا للدوري الجاي إن شاء الله القادم، لا يبدأ نينيو في رمضان تو إن شاء الله ربي، وتو بطولة زينة واللي النوادي تتأهل فيها تتدرب شوي تستعد للبطولة الدوري الجاي. يشارك في هذه البطولة عناصر المنتخب الموريتاني لكرة السلة باعتبار المنتخب الحديث النشأ، جل لاعبيه من الأندية المحلية. جميع لاعبي المنتخب الوطني مشاركين في البطولة، خالق واحد هو اللي احترف بعد مشاركتنا في مصر، احترف تونس، هو الوحيد اللي انقص. جميع لاعبي المنتخب الوطني موجودين في هذه البطولة أساساً، وبطولة فيها الكثير من المنافسة، مستوى الفرق مازال متقارب نتيجة لبداية الاستعدادات للدوري. تختتم هذه النسخة من البطولة الرمضانية لكرة السلة مع نهاية شهر رمضان المبارك بتكريم بطل الدورة التي باتت تقليدا ثابتا في آخر مواسم رمضان المبارك.